لقد قمنا بتغيير أسلوبنا في السفر وذلك لضمان سلامتكم وراحة بالكم. ها هي القواعد الذهبية التي يجب اتباعها. لسلامتكم وسلامة جميع المسافرين، سيرتدي طاقم الطائرة زي الحماية الشخصي طوال مدة الرحلة. Our aircraft go through a deep cleaning, disinfection and sanitization process after every flight, so the space around you is spotless. سنقوم بإعادة ترتيب المقاعد خلال الرحلات الأقل ازدحاماً، وذلك لتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي. Our service has been modified to limit interaction. All our meals and beverages are served in disposable containers with disposable cutlery. لدواعي السلامة، لقد قمنا بتقليل عدد الأغراض على متن رحلاتنا بشكل ملحوظ. Throughout your journey, make sure to wear your face mask at all times and have extra ones with you. إن طائراتنا مزودة بمرشحات هواء عالية الكفاءة لتنقية الهواء بشكل أفضل على متن الطائرة. هي نفسها الأنظمة المستخدمة في غرف العمليات والمستشفيات. Our hub at Bahrain International Airport prioritizes your safety just as much as we do. Make sure you follow all safety regulations put in place. نحن مستعدون للترحيب بكم على متن طائراتنا متى ما كنتم مستعدون للسفر معنا.